مرحبا طلاب، يسعد اوقاتكم. ان شاء الله دائما تكونون بخير والسلامه، وينعاد عليكم هاي الايام الخير بالخير والبركه. احنا بالفيديو الثاني، عفوا بالفيديو الفات، شرحنا بها بيس ستيشن سب سيستم. قلنا بيس ستيشن سب سيستم يتقسم الى 3 اقسام، اللي هو يعتبر نوع الثاني او الجزء الثاني من هيكليه شبكه الجي اس ام. اول نقطه قلنا اسمها بيس ترانسيفر ستيشن، أو ما نسميها بالبي تي اس. فقرة ثانية سميناها بيس ستيشن كنترول، والآخر فقرة ترانسكودر كنترول. ترانسكودر كنترول، إذا نرجع على هذه الصورة راح نشوف بيس ستيشن سب سيستم يتقسم إلى الأقسام اللي موجودة بالمنطقة الحمراء، هنا المنطقة الأحمر. هنا عندي الجهاز الموبايل اللي هو متكون من جهاز موبايل والسيم كارد اللي كانوا الجزء الأول من أجزاء جي اس ام اسمها موبايل ستيشن. طيب الجزء الثاني اللي عندنا هنا بالمنطقة الأحمر عندي برج، تمام، والبرج مربوط بجهاز بصفة، وخلينا نقول بشكل كامل البرج راح نسميه بي تي اس، وجهاز البي تي اس عن طريق الكيبل راح ينربط بجهاز آخر اسمه بي اس سي. احنا بالفيديو الفات شرحنا بيس ترانسيفر ستيشن بي تي اس، قلنا مثل ما تشوفوه بالصور من احنا نطلع بالشارع نشوفها، وتقدرون تراجعون الفيديو اللي قبلها حتى تعرفون بقية التفاصيل. قلنا البي تي اس هو وظيفته act the interface between mobile station and the network by providing radio coverage function from their antenna. وظيفته انه دي يسوي اتصال او دي يسوي التفاعل بين شنو؟ بين موبايل ستيشن، يعني بين جهاز الموبايل، تمام، وشبكة الجي اس ام، يعني جهاز الموبايل ويا شبكة اتصالات اللي احنا ماخذين من عندها سيم كارد. عن طريق شنو؟ by providing radio coverage function from their antenna. دي يوفر، تمام، حتى وظيفته شنو؟ راح يوفر شبكة راديوية عن طريق الأنتينا ماله، عن طريق هاي الأجهزة اللي تشوفونها مربوط بالأبراج. وظيفته إرسال إشارة واستلام إشارة من جهاز موبايل. طبعا مثل ما قلت، إذا تريدون تعرفون تفاصيل أكثر عن البي تي إس تقدرون تراجعون الفيديو اللي قبلها، المحاضرة الفاتت خلينا نقول. طيب احنا هسه كان عندنا نقطة ثانية بيس ستيشن كنترول، راح نشرح بها بيس ستيشن كنترول. وظيفة بيس ستيشن كنترول شنو؟ طبعا قبل ما اشرح وظيفته شنو، انتو اذا تركزون على هاي الصورة اللي جوا تعرفون انه بيس ستيشن كنترول بي اس سي عبارة عن جهاز، تمام، عبارة عن جهاز بجميع التفاصيل اللي ظاهرة تماما مثل اللي موجود بالصورة. بيس ستيشن كنترول وظيفته شنو؟ وظيفته انه يكون مسؤول عن نسبة الإشارة اللي راح يصير انتشار إلى، أو نسبة الإشارة اللي عن طريق الأنتنا، تمام، عن طريق الأبراج، عن طريق البي تي اس، بينشر بالمنطقة اللي بها البرج، أو خلينا نقول بينشر بالمنطقة اللي موجود بها الأبراج الاتصالات. يعني مثلا أنا بهاي المنطقة، بمنطقة إكس عندي برج اتصال، بمنطقة واي عندي برج اتصال آخر، تمام. طبعا هاي البرجين اثنيناتهم مربوطين بجهاز البي اس سي. البي اس سي وظيفته شنو؟ وظيفته انه يخلي جهاز اللي موجود، البرج اللي موجود بالاكس والبرج اللي موجوده بالواي ينطون اكبر اشاره ممكنه، حتى يوصل لاي شخص ليستخدم جهاز موبايل ويا سيم كارد خاص باحد شركات الاتصالات. اذا كان اسيا راح يوصل شبكة من أبراج الخاص بشركة آسيا سيل، إذا كان كورك من أبراج اللي خاص بشركة كورك، وهكذا راح يستمر. فالبي اس سي بيس ستيشن كنترول، إذا نجي على تعريفه راح نقول the بي اس سي كنترول a major part of radio network. It is most important task. يعني أكبر، عفوا، أهم وظيفة عنده is to ensure that the highest possible utilization of the radio resource. وظيفته انه يتأكد انه اكبر او اعلى نسبة اشارة راح يوصل، نسبة اشارة الراديو frequency راح يوصل من المصدر. يعني بما انه انا هنا عندي برج اتصال، تمام، هنا عندي برج، وهاي برج موجود بمنطقة الأول، عندي برج الثاني منطقة الثالث،
الثاني وهذه منطقة ثالث وهكذا منطقة رابعة، كلهم ممكن ينربطون بجهاز BSC واحد، ممكن كل BTS ينربط بجهاز BSC واحد، وممكن عدد من BTSات عدد من الأبراج ينربطون بجهاز BSC واحد. وظيفته شنو؟ وظيفته أنه ينطي أكبر عدد إشارة، أكبر عدد frequency، highest frequency عن طريق الأبراج، عن طريق BTS للأجهزة الموبايل. فإذا نرجع عن تعريفة راح نقول أنه عفوا إذا نرجع على الوظائفة، What's the main functional area of BSC؟ شنو أهم وظائفة؟ وظائفة الراديو نتورك مانجمنت، هو اللي مسؤول عن الشبكة الراديوية اللي راح يجينا ويوصلنا عن طريق الأبراج. BTS مانجمنت، أي مشاكل يواجه الشبكة، عفوا أي مشاكل يواجه برج الاتصال، والجهاز اللي مربوط على برج الاتصال هو اللي يكون مسؤول عن إدارته وحل مشاكله. Handling of MSC connection, BSC handle MSC connection during a call setup and during a call. في حال مثلا احنا بنسوي اتصال ودين نمشي داخل سيارة، او سواء كانت على يعني هيك دا نمشي واحنا نشتري تليفون او نستخدم الهاتف، فبهاي الحالة BSC وظيفته انه ينقلني من برج الى برج اخر. يعني مثلا انا يم بيتنا دا احكي تليفون، يجيني اتصال، يجيني شبكة من هذا البرج، تمام، بس بالسيارة اظل امشي من منطقتنا لمنطقة ثانية، تمام، يعني وصلت هنا، انا كنت هنا وصلت هنا، اوكي، يعني كنت منطقة ورحت لمنطقة ثانية، دامشي بالسيارة وأنا مستمر بالتليفون، فبهاي الحالة كنت أخذ إشارة من هذه البرج، بس بعدين بما أنه أنا دامشي بالسيارة جيت وصلت المنطقة الثانية راح أخذ إشارة من شنو؟ راح أخذ إشارة من برج آخر، من برج أو إشارة من BTS آخر حسب اللي موجود بالمنطقة اللي أنا بيها. فبهاي الحالة BTS وظيفته شنو؟ هي تحويل الشبكة الراديوية إلى أجهزة الموبايل اللي خاص بينا وأجهزة الموبايل اللي إحنا نستخدمها من شبكة إلى شبكة، من BTS إلى BTS آخر. هاي طبعا كمعلومات. أما إذا نجي على تعريفة نقول Base Station Control It's a major part of radio network، هو أهم جزء من أجزاء الشبكة الراديوية. The most important task، أهم وظيفة عنده إنه يتأكد is to ensure the highest possible utilization of the radio resource، إنه يوصل للمصادر أكبر عدد من إشارة أو أكثر عدد أو أعلى نسبة إشارة ممكن للأجهزة الموبايل. هنا عندنا مثال آخر بهاي الصورة، بنشوف جهاز موبايل بياخذ إشارة من وين؟ ياخذ اشاره من برج. احنا بنقول راديو فريكوينسي بنقصد بها هاي الاشارات اللي مثل هاي الشبكه اللاسلكيه اللي عن طريق الابراج توصل لموبايلاتنا. اذا انتم مركزين او يعني تفكرون بها بهذا الشكل، بتشوفون انه جهاز موبايل بصف اسم السيم كارد، كل جهاز موبايل اللي بيتكم هسه تشوفون الفيديو بها تركزون فوق الجزء العلوي سواء كان يمين أو يسار، راح تشوفون أنه بصف اسم الشبكة، يعني عندنا اسم الشبكة بصفه راح يكون عندي سيجنال، ممكن تكون السيجنال 4 إشارات 3 إشارات أو ممكن تكون أكثر من 4 إشارات. فهذا الشيء من وين يجينا؟ هذا الإشارة بشكل لاسلكي احنا دا ناخذها من BTS، تمام، اللي هو الأبراج وعليها أنتنا، احنا منتهين من هذا الشيء ونعرفها. طيب BTS منين ياخذ، منين يجي إعاز، منين يجي انه إشعار، منين يجي تفاصيل انه دي ينشر حتى ينشر هذه الشبكة الراديوية بالمنطقة؟ يعني شلون بالبيت عندنا راوتر، عن طريق الراوتر احنا واي فاي موبايلاتنا راح يكنك على الراوتر، راح يكون عندنا شبكة الانترنت بالموبايل. نفس الشيء شبكة اتصالات الهاتفية، احنا بدنا ناخذ هذه الإشارة من ال BTS او من الأبراج اللي موجودة على الأجهزة، عفوا الأبراج اللي موجودة على الشوارع، فوق البيوت، فوق البنايات نشوفها. الشبكة الراديوية طبعا راح تكون عن طريق شبكة لاسلكية. اذا نجي نشوف الصورة راح نشوف BTS مربوط بشكل عن طريق الكيبل، تمام، مربوط بشكل مباشر عن طريق كيبل بجهاز اخر اللي هو اسمه BSC Base Station Control. طبعا Base Station Control مربوط بجهاز اخر اللي هي بجزء الرابع
أو خلينا نقول النقطة الرابعة من أجزاء الجسم إحنا راح نقرأها. أما BSC بنشوف إنه هو عبارة عن جهاز مسؤول، تمام؟ BSC Base Station Control عبارة عن جهاز مسؤول عن قوة الإشارة اللي BTS مسؤول عن قوة الإشارة اللي شبكة أو البرج ليوصل للأجهزة الموبايل، إضافة إلى إدارة جميع التفاصيل أو جميع المانجمنت اللي هو مسؤول عن مانجمنت أو إدارة جميع المشاكل أو مسؤوليات اللي تصير بالجزء BTS. تمام، احنا اذا نرجع للصوره اللي قبلها او خلينا نقول احنا نرجع للجزء اللي قبلها اللي شرحناها، احنا قلنا انه BTS مسؤول عن نشر الاشاره، اما BSC مسؤول عن قوه الاشاره اللي BTS ينشرها، اضافه الى الجهه اللي راح يوصل الاشاره، واي أي تفاصيل متعلقة بالBTS راح نشوف BSC هو المسؤول عنه، مثلا تحويل إشارة من مكان إلى مكان، تحويل شخص من برج إلى برج آخر في حال دي يسوي اتصال وهو دي يمشي، أو دي يسوي اتصال وهو داخل سيارة من منطقة لمنطقة راح يروح أو منطقة راح يتغير، فكل هالتفاصيل BSC مسؤول عنها. واللي جوه تشوفون هو عبارة عن صورة الجهاز BSC اللي بشكل مباشر راح ينربط بالأبراج. فإذا نرجع للصورة اللي قبلها، لهذه الصورة راح نشوف إنه الجهاز الموبايل ياخذ إشارة من BTS، والBTS مربوط بشنو؟ مربوط بالBSC. فبهاي الشكل صارت واضح يمنا شنو الBTS شنو الBSC. BTS واللي ينطي إشارة لأجهزة الموبايل، لكن هو من وين راح يأخذ إشارة؟ من وين راح يأخذ إعازة إنه ينشر هاي الإشارة بهاي المنطقة مثلاً؟ يأخذها من جهاز اسمه BSC Base Station Control اللي هو مسؤول عن توفير أكبر أعلى عدد أو أعلى نسبة من إشارة للمنطقة اللي بيها هاي البرج أو للمنطقة اللي إحنا موجودين بها، وأجهزة التلفون مالتنا متصل على أحد شبكات الاتصالات. فهاي بالنسبة للBSC، تمام، ويا BSC وبالنسبة للBTS همينة. اللي مطلوب من عندكم هاي الفيديو فقط تعريف البيس ستيشن كنترول باختصار ماله. Control a major part of radio network. Its most important task is to ensure that the highest possible utilization of the radio resources. فهذا هو فقط المطلوب من عندكم، اما مانجمنت ماله او مين فانكشنال ماله فقط بالنسبه للمعلومات موجوده اضافه اللي شرحتها حتى تكون واضحه بالنسبه لكم شنو BSC. اي سؤال، اي تفاصيل، اي استفسار، اي تعليقات اكو وانتم ببالكم انكم تسالوها تقدرون تكتبوها بالتعليقات. شكرا.